نفسية الطاغي يكون طاغيا بليدا. علامة الطاغي البليد هذا شرس في الحرب وكذلك مستهترا في السلم. الطاغي البليد كيزيد بن معاوية البليد شرس في الحرب، وكلكم تعلمون قصة المدينة وشراسته، وكلكم تعلمون قصة مكة وشراسته. هذا معنى ذلك أن هذا الرجل شرس في الحرب، لأن الطغيان لا يستجيب للموازين والقوانين والأفكار والتعقل، ولذا سمي الطغيانا. البليد من طبيعته الشراسة في الحرب، كما أن من طبيعته الاستهتار في السلم. القرد والفهد والزنا والاستهتار بحقوق الناس كما نرى ونسمع في يزيد.